ترفيه في الاجور، الحل هو فقط الخدمه المضافه. انا في تغيير نوع الاغراض الاقتصادي احنا واعيين به، لكن هذا ما يتمش في ليل ونهار في مفاوضات. وقع التوافق بين الناس كل على طاولة المفاوضات أن في سنة صعبة في وضع اقتصادي صعب واستثنائي، اتفاق على أنه المؤشرات سلبية وممكن لو نقف عليها هي وحدها ممكن ما نخوضش مفاوضات للزيادة في الأجور، لكن وقع اتفاق أيضا أنه على واجب أن نتدارك تدهور في المقدرة الشرائية. وبحثنا تدهور المقدرة الشرائية كيف يمكن تحديده، المحدد الوحيد هو نسبة التضخم، خصوصا أن احنا نتفاوض على مستوى مركزي، يعني لا نتفاوض على مستوى القطاعات، 53 قطاع في مفاوضة واحدة، فبالتالي يكون المؤشرات اللي تم اعتمادها هي المؤشرات العامة، مؤشرات الاقتصادية الوطنية. مؤشر الاقتصادي اللي يفسر تراجع المقدرة الشرائية هو نسبة التضخم، نسبة الزيادة في الأجر، واللي فيها تباين وفيها تباعد بيننا وبين اتحاد صناعة وتجارة، يتمثل في أنه متمسكين بالترفيه في الأجور اعتمادا على نسبة التضخم واللي هي 4.2، وهي لا تعني شيئا بالنسبة لنا، ونحن نطعن في النسبة هذه باعتبار مكوناتها لا ترتقي إلى المكونات العامة اللي تخص العامل من جميع النواحي. إيش معناه؟ مع نسبة التضخم حاطين على حساب الطماطم والفلفل والبطاطا والبصل وكذا، وهذه هي نسبة التضخم، في حين نحن نرى في الاتحاد هذا جزء من نسبة التضخم، باقي أن الخدام يمر، الخدام يتنقل في الكار، يتنقل في التران، ياخذ تاكسي، عنده ظروف بتاع صغاره، عنده ظروف بتاع معيشته، عنده قرايه اولاده اللي كنت نسمي فيه، ماهوش مدخلينه في نسبه التضخم. مدخلين اللي يقول كنت نحكي عليه، الحياه المعيشيه في حد الادنى واللي تمثل 4.2. احنا اذا كان نعتمدوا التضخم بالنسبه للعامل او بالنسبه للمواطن التونسي، لابد من ادخال كل العناصر اللي كنت نحكي عليها، من نقل، من تعليم، من صحه، من محيط، من معيشه، من مواد اساسيه الى اخره. في هذه الحاله نسبه التضخم ممكن توصل ل 20%. ما عندنا حتى اشكال مع اخواننا في اتحاد الشغل، نحترم الشراسه اللي دافعوا بها والطرق اللي وقت اللي نجم نقولوا حتى في عديد الاحيان مرفوضه بكل صراحه باش يهيجوا الرأي العام، وإحنا ماذا بينا نهديه. ما آخر اتفاق ما بين الأخت ميداد بوشماوي والأخ حسين العباسي هو تلفونا كلجنة باش نتفاوضوا باش نوصلوا للاتفاق. نحن طالبين مستوى متاع زيادة يوحد من الحد الأدنى من تدهور القدرة الشرائية، يمثل الحد الأدنى من تدهور القدرة الشرائية للعمال، وهذا التباين جعلنا معناها نتخذ طريق النضال وطريق الإضرابات من أجل دفع المفاوضات إلى الأمام، واليوم قررنا معناها جملة من الإضرابات الإقليمية بالتزامن معناها مع المفاوضات الاجتماعية، نأمل في أن نتوصل لاتفاق ونتفادى هذه الإضرابات ونتفادى كذلك التوترات الاجتماعية. إذا كان الحكومة حقيقة تفرض علينا زيادات ماذا بينا تبعث لنا الشيك معها؟